في 21 من فبراير 2020 سقط أول ضحايا فيروس كوفيد-19 في إيطاليا. شهر واحد تلا ذلك التاريخ عاشه الإيطاليون دهراً. عندما اكتشفت أول حالتي إصابة لسائحين صينيين، اعتقدت الحكومة أن إيقاف الرحلات المباشرة مع الصين سينقذها من كابوسها القادم، لكن الرحلات عبر الترانزيت استمرت ومن كل مكان، وكان الزائر الأكثر حضوراً هو فيروس كورونا. الأسبوع الأول، نظرياً الأمور تحت السيطرة. سجلت وفاة لرجل مسن عمره 78 عاماً، فرض الحجر الصحي الجزئي في محافظات الشمال، والحياة استمرت في باقي المناطق. موسم السياحة في أوجه، مع بشائر اقتصادية تتحدث عن نمو طلبيات المصانع بزيادة 6%. 21 وفاة وسط تحذيرات في الصحف من خطر كورونا، لكن الحكومة قالت الأمور تحت السيطرة. الأسبوع الثاني، كورونا ليس مزحة، فهل استهتر الإيطاليون؟ تجاوز عدد الإصابات حاجز 1000. الحكومة تفرض حجراً صحياً على ربع مساحة البلاد. عدد الإصابات والوفيات تضاعف 4 مرات. الآلاف في المناطق المحجورة تمكنوا من السفر إلى مدن أخرى. تغلق المدارس والجامعات على المستوى الوطني، لكن المطاعم والبارات والمقاهي لا تزال تعمل. الإيطاليون لم يلزموا منازلهم، بل خرجوا للسياحة ولقاء أصدقائهم وزيارة أقاربهم، ما أدى لانتشار الفيروس أكثر. الأسبوع الثالث، تأخرنا. ترتفع أرقام الإصابات والوفيات بسرعة مخيفة. إيطاليا تفرض حجراً صحياً على 16 مليون شخص في الشمال، بينما أغلقت المتاحف والمسارح. تم فرض حظر تجول على 10 ملايين شخص. بعدها الوفيات ترتفع بمعدل الضعف، والحكومة تفرض حجراً صحياً على كامل التراب، ثم أوقفت الأنشطة التجارية عدا المتاجر والصيدليات. الأسبوع الرابع، الأمور خرجت عن السيطرة. استنفذت المستشفيات إمكاناتها، والكوادر الطبية لم تعد تكفي. الأطباء مخيرون من سيتلقى العلاج ومن لن يحصل عليه، ثم تتخطى إيطاليا الصين في عدد الوفيات، ولم يعد هناك مكان كاف لدفن موتى مدينة برغامو، فنقلوا بشاحنات عسكرية إلى مدن أخرى. حصاد المصائب. 21 من مارس 2020، الخوف لم يستولي على الإيطاليين إلا بعد فوات الأوان. تمكنت الجائحة منهم لأسباب عديدة، فقد أساءوا تقدير خطر الفيروس، تأخروا في تطبيق الإجراءات الصارمة، تأخروا في تشخيص المرض للتعامل معه، وهذا ربما سبب إصابة 4000 شخص من الأطقم الطبية. جزأوا إجراءات الحجر وإغلاق المدن، أي أن الإغلاق الشامل تأخر 18 يوماً بعد حدوث الوفاة الأولى. وصلوا عقد تجمعاتهم الاعتيادية، ما ساعد في تفشي المرض خاصة في صفوف الكبار. فشلوا في وضع استراتيجية شاملة لتتبع المصابين. هم من أكثر الشعوب تقدماً في السن بعد اليابان، وبالتالي كانوا الأكثر عرضة للوفاة بسببه. لم يمتلكوا بنى تحتية طبية كافية، وهذا ربما أحد أهم أسباب ارتفاع الوفيات مقارنة بدول أخرى مثل ألمانيا. في شهر واحد خسر الاقتصاد 100 مليار دولار، وأصيب عشرات الآلاف، وتوفي آلاف غيرهم. وبالرغم من كل ذلك، لا يعني أن كل ما سبق نهاية إيطاليا، لكن ما حدث كان درس وعبرة لبقية دول العالم الذين يسيرون على نفس الخطى. وقد تكون التجربة الإيطالية مستقبلاً نموذجاً لكيفية تعامل دولة ديمقراطية مع وباء يتطلب الكثير من تقييد الحريات أو لا تكون.